إذا بالنسبة للإندكشن موتور في عندي سبيد تورك كيرف، سبيد تورك كيرف مهم حكينا في الدي سي موتورز رح نحكي عنه كمان في الإندكشن موتورز، سبيد تورك كيرف عمالي برسم العلاقة ما بين سبيد والتورك، عادة السبيد عندي هون برمزها بالرمز ال وعادة بتكون وحدتها بالآر بي إم. هلا في بعض خطوة بتعكس ما تدخل إذا شفته معكوس، في بعض خطوة رح تطلع عليها رح تلاقي السبيد هون والتورك هون، بس بكون شكل الكيرف مختلف، بس هو نفس الفكرة. التورك عندي هون راح تكون وحدته بالنيوتن متر. هلا الاندكشن موتور سبيد تورك كيرف تبعه زي ما شفتم بتكون عادة بهذا الشكل. عندي هاي النقطة سميناها البول اوت تورك الماكسيمم، الماكسيمم اللي هو بكون اللي عنده خلص بعدين ما بقدر المحرك اذا ضليت ازيد عليه التورك راح يوقف هون، لانه عادة الستارتنج تورك بكون اقل من البول اوت تورك. وعندي هون تقريبا مثلا لو رسمناها بالنقطه هاي، هذا تقريبا الريتد تورك اللي هو التصميم المحرك عليه، واللي اذا مش عنده راح يكون يمشي على الريتد سليب. عندي هاي النقطه هون راح يكون نو تورك، ما في عندي تورك. هلا اللي بنتبه عليه لو انا جيت رفعت، لو انا هون رفعت السرعه، لو ارتفعت السرعه، لو انا حطيت جهاز خارجي زي مثلا وينتر ماي، او حطيت مثلا عندي هون شلال مثلا ومي او سد، رح ترتفع سرعة المحرك فوق النقطة هاي. هاي النقطة اللي هي السينكرونس سبيد سميناها N sync. إذا ارتفعت السرعة فوق النقطة هاي إيش بيصير؟ بتحول لجنريتر. هون هذا صار إندكشن جنريتر في المنطقة هاي، والسرعة لاحظنا السرعة أعلى من السينكرونس سبيد، في تورك خارج الآن. كيف بعرف إن التورك صار خارج؟ لأنه صار التورك نيجاتيف، يعني بدل ما المحرك هو يعطيني تورك إيش أنا عمالي عم بيجي تورك من الخارج. فصار هون التورك نيجاتيف، وهي المنطقة اسمها الجنريتر. وهون كمان هون راح يصير عندي سبيد نيجاتيف. هلا احيانا هون اذا كنت انا في المنطقة هاي الجنريتر ممكن استعملها حتى اعمل نوع من البريكنج على المحرك، فاذا الشغل بصير عليه بريكنج على المحرك وبرجع جوا المنطقة هذيك. هاي المنطقة اللي هو بيشتغل فيها عمله كتوصيل. بالمنطقة نعم تفضل. هاي السبيد تبع الجنريتر يعني؟ السبيد هون بتصير السبيد تبع الجنريتر اكثر من السينكرونس سبيد. يعني لو انا كان عندي محرك عدد البولز حسبتهم من عدد البولز وقفت تبعت السبلاي طلع معي 1500 ار بي ام، اجيت على هذا الجهاز وجدته بيمشي على 1650 ار بي ام والسبلاي لسه 50، فانا بعرف انه هذا جنريتر، يعني انا مشغله من الخارج. يعني مثلا في عندي محرك وفي عندي اندكشن موتور، وانا شغلت مثلا ركبت عليه هون في عندي مي نازل، ففي عندي طاقة خارجية، في تورك خارجي، التورك الخارجي عم بمشي فوق السرعة تبعته، رح يتحول لجنريتر وهو رح يصير يعطيني باور، نفس المحرك نفسه ما غيرته، ما رحت رجعته وشريت بداله جنريتر، نفس الجهاز، لما ركبته هون حطيت عليه تورك خارجي بالمنطقة هاي رح يتحول لجنريتر، ورح أصير أسحب منه باور. الدكتور كثير مو شغال عم بيولد الطاقة بيسحب طاقة. هو شغلته، انا افرض انت شغلته هلا المحرك هذا واعطيته انت 3 فيز من هون، جاء 3 فيز باور وبدا يشتغل كمحرك، وصل فرضا مثلا قريب جدا للسليب من هون، يعني كان 1490. هلا هو شغال على 1490 حس انه في تورك خارجي بمشي بنفس الاتجاه مش بعكس الاتجاه، بنفس الاتجاه، يعني هو ماشي كلوك وايز اجى عليه تورك خارجي كلوك وايز وشد عليه، اذا شد عليه شوي مش بتزيد سرعته؟ بتوصل 1500، يعني 1500 ما بعطيني اي تورك. رد شد كمان التورك الخارجي عليه اكثر من هيك، رفع سرعته فوق ال 1500، شو بده يتحول؟ جنريتر، بصير يعطيني ريل باور، بقدر اسحب منه ريل باور، فبتصير في باور بقدر اسحبها من هون، بس لاحظوا لسه مشكوك على السبلاي. مش بصير مشكلة؟ لا ما بصير عندي مشكلة. لما بصير مشكلة بصير يعطيني، لا لاحظ انت بالاندكشن موتور ما بحتاج سينكرونايزيشن، بالسينكرونس موتور بحتاج سينكرونايزيشن. السينكرونس موتور والجنريتر، السينكرونس جنريتر بدي اعمله سينكرونايزيشن، الاندكشن موتور ميزته ما بده سينكرونايزيشن، خلص هو بصير يعطيني ريل باور، لانه مين مصدر الفريكونسي؟ من الشركه، من شركه توليد كهرباء، هذا ما بيحدد الفريكونسي، الفريكونسي بتضلها تحددها شركه توليد كهرباء، في حين لو هذا سينكرونس جنريتر بصير عندي مشكله، لانه بصير هو يحاول يحدد الفريكونسي والفريكونسي تبعت السبلاي مختلفه. مش هذا القصد بس سؤالك، هذا هو، هذه ميزه الاندكشن جنريتر، ولذلك اذا عندي انا قريه نائيه واصلها كهرباء بس مو بدهم يحاولوا يستفيدوا من مصدر للطاقه محلي، بامكانه هو يركب اندكشن جنريتر اندكشن موتور على 3 فيز سبلاي اللي جاري من شركه الكهرباء،
وفي اللحظات الاوقات اللي عنده هو في فائض من الطاقه بيقدر يستغل هاي الطاقه ويربطها على الجنريتر. بصير هو يولد طاقه ولو في عداد من هون راح يبطل هو يسحب من شركه كهرباء، بس بضل مشبوك ما بفصله عن شركه كهرباء. اذا فصلت هذا عن شركه كهرباء ببطل يولد، ما بيقدر يولد بدون هذا، هذا بيختلف عن السينكرونس جنريتر. اذا راح يشتغل في المنطقه هاي كجنريتر. وهذا اذا كملناه راح يكون بهذا الشكل الكيرفي الموجود. هاي المنطقة الآن مثل ما حكينا عن الستارتنج بورت، عادة الستارتنج بورت بيكون تقريبا طبعا بيختلف من ديزاين لديزاين مثلا من مرتين لعشر مرات الريتد تورك. أنا هون طبعا هو منخفض بس هون تقريبا بعطيك في معظم الحالات بعطيني حوالي توايس 2.6 ريتد تورك، 2.6 بالعشرة مرات 2.1 بالعشرة 2.6 بالعشرة بهذه الحدود بعطيني الريتد تورك، يعني هذا طولها بالنسبة لطول الريتد تورك. هذا بيكون حوالي 3 إلى 5 أضعاف الريتد تورك، وهذا عندي هون السبيد تورك، السبيد كيرف اللي هون موجود اللي بتناسب مع السليب. لاحظوا هذا كل ما كان واقف اكثر بيكون الريجيليشن تبع السبيد احسن، يعني كل ما زدت عليه التورك التغير بالسرعه بصير اقل. هلا الشيء المهم عندي في السبيد تورك كيرف ننتبه عليه حسب ار2، ار2 بتتذكروا شو كانت؟ ايش ار2؟ ار2 هي الار ار الروتر تبعت الروتر، ار تبعت الروتر، حسب قيمه ار2 بتغير شكل هذا الكيرف. لو بديت الان ازيد ار2 اللي هي الروتر، الروتر ريزيستنس، بصير الكيرف عندي يختلف بهذا الشكل. ايش عمال بصير هون ب ار؟ بتزيد كل ما زادت ار، ايش عمال بتحسن عندي؟ الستارتنج تورك. فإذا أنا بدي ديزاين في ستارتنج تورك عالي شو بعمل بالـ R؟ بزيد. هي وين هذه R موجودة؟ بالروتر. فكل ما بدي ستارتنج تورك، بس طبعا هذا بيسبب لي مشاكل بالإفشنسي تبعت المحرك، بتنزل الإفشنسي تبعت المحرك. واضحة هاي النقطة، نقطة مهمة جدا. التغيير إلى R2 للروتر ريزيستنس، كل ما رفعت قيمة R2 اللي هي الروتر ريزيستنس راح ألاقي السبيد تورك كيرف ببطل بهذا الشكل، بصير بهذا الشكل. وأحد التبعات الهاي اللي بتصير انه ستارتنج تورك عماله بيرتفع، فبتحسن عندي ستارتنج تورك. المشكله عندي هون بدي اوازن ما بين الاثنين. اذا اخذت ستارتنج تورك عالي الافشنسي بتصير سيئه، بصير في عندي خسائر اكثر في الروتر لاني رفعت الار، مش هيك؟ لما رفعت ار اي سكوير ار مش بتزيد؟ الروتر بتزيد الافشنسي بتنزل تبعت السيستم. او اذا بدي افشنسي عاليه بدي اتنازل عن ستارتنج تورك واحصل على افشنسي اعلى. كل ما قدرت انه هون انزل قيمه ار بحصل على افشنسي اعلى، بصير هذا الخط اقرب للعمودي من هون، لكن بنزل عندي الستارتنج تورك. اذا قيمه ار اللي موجوده في الروتر وهي بتحكم فيها عن طريق الروتر بارز اللي موجودين هون بتغير عندي هذا الديزاين. اذا هذه نقطه مهمه، اذا هون عندي لو سميت هلا هذه بنسميها ار 1، بديش استعمل كلمه 2 هاي ار 1 ار 2 ار 3 R4 راح يكون عندي R4 أكبر من R3 أكبر من R2 أكبر من R1، بس الستارتنج تورك صار عندي عالي جدا في الحالة. حسب التطبيقات، في بعض التطبيقات بدي فيها ستارتنج تورك عالي بس بدي أضطر ألاحظ في الريزستنس. لكن احنا ممكن نعمل طريقة معينة احنا نغير R. كيف ممكن أنا أغير R اللي في الروتور؟ أنا أغيرها زي ما بدي باستمرار. هلا هون احنا لما ثبتنا R ثبتت، مش هيك؟ حط R اكسترنال خارجية. تمام، كيف ممكن اطلع ار لبرا؟ كيف ممكن اطلع من الروتر؟ خلينا نرسم هاي الروتر، نفترض هاي الروتر هون عندي. هذا الروتر. وهي ستيتر حوالي، انا كاني هون قاصص سكشن في المحرك، قصيت سكشن في المحرك، هاي ستيتر وايندنجز. ستيتر وايندنجز يعني جايين زي هيك، هاي الروتر من هون. كيف ممكن انا الروتر هذا اغير المقاومه تبعته؟ بامكاننا نجيب الروتر هذا ونلفه لف ما يكون سكوري كيج، لاحظين هذا سكوري كيج؟ شو يعني سكوري كيج؟ زي تبع السنجاب، هذا القفص تبع السنجاب، فعندي بارز، لكن انا هذا ممكن هون الفه لف زي ما لفيت الستيتر، واجيب الثلاث اطراف، يعني هون بصير عندي كانه هي الثلاث اطراف تبعت هدول الاطراف الثلاثه، ما بعملهم شورتي، بطلعهم، وين بجيبهم؟ بجيبهم على الروتر هون وبحطهم زي اساور. زي كانت سواره، شكلها بكون زي السواره، بنسميهم هذول سليب رينجز. هلا صار بامكاني اني اخذ هذول اطلعهم لبرا، مزبوط؟ شو لازم اعمل حتى اطلع هذا؟ هذا شيء بلف، ما بقدر اجي امس السلك عليه، شو بدي اعمل؟
بحط زي برش او كونتاكت منهم. كوميتيتر بحط كونتاكت هون كونتاكت، ما نسميه كوميتيتر لان الكوميتيتر له وظيفه ثانيه سليبرنج، هو سليبرنج او زي البرش. يعني في عندي السواره بتلف، شو بعمل؟ بجيب بحط عليها شيء معدني بدفشوا عليها دفش، فالسواره لما تصير تلف ايش بصير عندي؟ بصير ياخذ الكتريكال كونتاكت منها، بس واحد بلف وواحد ثابت، مش بصير؟ اذا عندي شيء بلف مش بقدر انا اجيب قطع حديديه واحطها على الشيء اللي بلف اخذ الكتريكال كونتاكت معاه، بس واحد بلف وواحد ثابت نفس الشيء. هدول السليب رينجز اللي هم الاساور الثلاثه بلفوا، انا حطيت عليهم هون زي كونتاكتس او برشز حتى ياخذوا منهم ثيرمونز من هون. هلا شوفوا ايش بعمل، باخذ من الروتور هذا، يعني نفترض هي الروتور اللي موجود هون وفي له ريزيستنس، انا بحط الان مقاومه خارجيه وبغيرها زي ما بدي. فعندي هون رح يكون في ثلاث مقاومات، وهدول بحط عليهم بغير ثلاث مقاومات. هلا لاحظوا هون ايش انا كانت مشكلتي بالحاله هاي لما ثبتته؟ كان ايش انا كنت حابب يكون عندي؟ جود ستارتنج تور، بس لما زادت سرعتي ووصلت السرعه اللي بدي اياها شو كنت بدي هون يكون عندي؟ افشنسي. اذا انا لو بقدر ابدا بايش؟ ابدا بمقاومه عاليه ولا واطي؟ عاليه. وبعدين ايش اعمل فيها بس يعمل ستارتنج؟ احولها لمقاومه واطي. اذا هذا هو مبدا عمل الوان روتر اندكشن موتور. الوان روتر اندكشن موتور قالوا طيب ليش انا اثبت؟ ليش ما انا اخذ احسن ما في المنطقه هاي واحسن ما في المنطقه هاي؟ لما بدي اعمل ستارتنج شو بعمل بالارز هذول؟ هذول لاحظوا مقاومات خارجيه مش داخليه. وين داخل المحرك؟ هذا داخل الروتور. هاي النقطة هون تحولنا من وين؟ من السليب رينج تمام للكونتاكت. إذا هذا على فكرة فيكست ما بلف، وهذا بلف بلف. إذا شو بعمل؟ بحط ار كبيرة في البداية، شو بعطيني هذا؟ هاي ستارتنج تورك. بدل هذا زاد السرعة، فبعد أربع خمس ست ثواني شو بعمل؟ بنزل قيمة ار أو بنزلها حتى لزيرو فبيشتغل معي. هذا المحرك مبدأ عمله اسمه واوند. ايش يعني وان وايند او واوند؟ واوند معناها كان دكتور على الفوق واوند بريكنج روتر. نعم كان بيعمل له بريكنج بالمقاومه لما يحط على المستقبل. لا بالحاله هاي احنا بنغير الروتر ريزيستنس، الحاله هاي عم بنغير هذا الكاركترستكس، بس بغيره انا يعني انت ما بدي. اذا ثبتته في المحرك صار سكورل كيج اندكشن موتور، انا هون بغيره صار واوند روتر اندكشن موتور. نختصره بالاحرف، شو كان بالاول اللي زي هيك ايش سميناه؟ سكورل كيج اندكشن موتور، فكانت الاحرف تبعته اس سي اي ام، هذا اسمه وان روتر اندكشن موتور دبليو ار اي ام. غيرنا المقاومه الخارجيه، احنا بنغيرها زي ما بدنا، بغير المقاومه الخارجيه فبستفيد من الكيرف اللي بدي اياه، بحصل على الكيرف اللي انا بدي. ماشي، في اسئله هاي واضحه؟ اذا هذا الواوند روتر اندكشن موتور بيختلف عن السكورل كيج اندكشن موتور.